بنصبحكم بالخير من جديد. رح نحكي هلا عن مؤسسة شيلتر بوكس العالمية اللي بدأت بال2000 من بريطانيا، ووزعوا أكثر من 50,000 صندوق معونة حول العالم، وصلوا للأردن بال2012 تحديدا بشهر 11 طبعا لدعم اللاجئين على الحدود السورية الأردنية. منرحب بداية بالأستاذ محسن المفلح، صباح الخير، عضو نادي روتري عمان غرب، أهلا وسهلا فيك. وأيضا منرحب بتوني، توني برضو من شيلتر بوكس بريطانيا، جود مورنينج. ومعنا ستافورد، جود مورنينج ستافورد شيلتر بوكس اكيد بريطانيا، والاستاذ اسامه برغوثي محافظ سابق منطقه روتري 2450. اهلا وسهلا فيكم جميعا. استاذ محسن، نبدا من عندك، تحكي لنا عن شيلتر بوكس اللي بدت تقريبا ب 2012 شهر 11، قد ايه عم بيكون في فعلا دعم وتنسيق بين شيلتر بوكس وانديه روتري عمان؟ شكرا لك اخت دانا. احنا بدايه بشهر 10/2012 صار في لنا اتصال مع مجموعه شيلتر بوكس العالميه اللي هي جمعيه خيريه بالتعاون مع انديه الروتري في الاردن، وصار في لقاءات عديده من بشهر 11 وشهر 12 مع المسؤولين بخصوص المخيمات اللاجئين السوريين. من ثم صارت في ترتيب بدايه تنسيق بشهر 1 من هاي السنه، تزويد 330 صندوق شيلتر بوكس للاجئين السوريين عن طريق حرس الحدود من الجيش الأردني، وتم التنسيق معهم وقمنا بتسليم البوكسز أو الصناديق هذول للمناطق الحدودية كإيواء أولي للاجئين السوريين عند دخولهم للأراضي الأردنية، طبعا بالتعاون مع حرس الحدود. وصار في لقاءات عديده مع في كان في تعاون كثير كبير من جدا من جدا الحرس. يعني شيء بيرفع الراس، يعني بجد يعني بفتخر اني انا اكون اردني وتابع مع الجيش الاردني. ممتاز، اكيد يعني هذا بيشرفنا جدا. ستافورد، I would like to know about the distribution for these boxes in Jordan. Sure. We first came into Jordan towards the end of 2012. We were building partnerships with our friends here at the Rotary with the Jordanian Red Crescent. We were told there was a need for the increasing amount of refugees coming across from Syria in the northern border. أول ما وصلنا بشهر 2012 وكان في تنسيق مع أندية الأردن والهلال الأحمر الأردني على أساس يتم توزيع هاي المعونات للحاجة اللاجئين السوريين في الأردن. So in January 2013 we were notified that the amount of refugees were increasing significantly coming into Jordan from Syria. بشهر كانون الثاني 2013 صار في توافد عالي للاجئين السوريين من سوريا للأردن، ولهذا عملنا اجينا للأردن. We working with the border guards on the northern border. نعم، we identified the need على حسب حاجاتهم to position transitional shelters along the border before they reach the more permanent camps. لإيواء أولي للاجئين السوريين كمنطقة مبدئية قبل ما ينتقلوا للمخيمات الرئيسية. The border guards have a very challenging job, a very difficult job looking after the refugees as soon as they cross the border. They often arrive tired, frightened, injured. الحرس الحدود عنده تحدي كبير بالمعاملة مع اللاجئين السوريين عند الدخول، لأنه بكونوا تعبانين وفي جرحى وجوعانين وبردانين. And once the refugees are received by the border guards, it could be two or three days before they make it down to the more permanent camps due to the remote locations they are. وعند استلام الجيش الحرس الحدود للاجئين السوريين بكون في فترة طويلة، ممكن يومين أو ثلاثة قبل ما إنهم يوصلوا للمخيمات. يعني أكيد هي مش مهمة سهلة. بهمنا أيضا نعرف منك توني، can you tell us، بدنا نعرف عن خلينا نحكي مكونات صندوق المعونة. What do you have exactly inside the boxes? Okay, Shelter Box is a international charity mainly based in the UK in Cornwall. And we go to any disaster throughout the world, whether it be a conflict or whether it be a tsunami or any type of disaster. Shelter Box هي عبارة عن مؤسسة دولية بتتعامل موجودة في كومول ببريطانيا،
وبتتعامل مع كوارث طبيعية، إن كان هزات أرضية أو براكين أو تسونامي أو ما أشبه ذلك. So when we arrive in country with our boxes, in the boxes there is a survival equipment and life-saving aid to actually for the refugees or. لما منوصل على البلد اللي بيكون فيها الكارثة الطبيعية بتكون في بالصندوق مواد لإسعافات أولية مثلاً أو شغلات تحضيرية أولية لهم حتى يعطوا يعني يعطيهم المجال إنهم يدبروا حالهم. أكيد إحنا عم نشوف على الشاشة هلأ كيف عم بيكون توزيع المعونات وصندوق صناديق المعونات وتوزيعهم. تقريبا لهلأ تم توزيع 330 صندوق. نعم صحيح. نعم. هاي بعض المناطق اللي كنا موجودين فيها بالحدود وتم تركيبها بإشراف حرس الحدود. وما شاء الله يعني نشامة الأردنية أبدوا استعداد واسع وأثبتوا موجودية، وانا يعني حسيت حالي اني انا مش بس بعمل للاردن، عمالي بعمل لهالناس كلها اللي عم نساعدها. هاي شكل الخيمه وكيف شكلها في مناطق ثانيه كمان تم توزيعها مؤخرا. يعني اكيد يعطيكم الف عافيه على جهودكم. استاذ اسامه، حضرتك محافظ سابق منطقه روتريه، كيف عم بيتم التنسيق بين شلتر بوكس وبين الانديه الروتري؟ شكرا. الحقيقه الشلتر بوكس نفسها هي منظمه مستقلة عن الروتري، ولكنها بدأت كمشروع لأحد أندية الروتري في بريطانيا. وحتى يأخذ المدى الصحيح لإلها أصبحت علاقتها رسمية مع الروتري خلال 12 سنة الماضية من يوم تأسيسها. أي حادث كارثة إنسانية أو حروب إلى آخره تتطلب أنه أندية الروتري دائما يكون لها دور كمان في المساعدة. فدائما بلجأوا لي الشلتر بوكس حتى تكون جزء من المساهمة الروتري فيها. فكان دورنا بالأردن بأحوال الحدود مع اللاجئين السوريين إنه فورا دخلت شلتر بوكس معنا. طبعا احنا كأندية روتري بنقوم بنشاطات أخرى لغايات مساعدة اللاجئين، بس إحداها لغايات يعني المأوى الصحيح والمساعد الفوري اخترنا الشلتر بوكس تكون معنا. يعني دائما أندية روتري تعنى بالخدمة بكافة أشكالها، فأدي عم بيكون في مشاريع بتتعلق بهالموضوع. الحقيقة أندية روتري عندها مشاريع ضخمة جدا على مدى الدول العالم كلها وفي الأردن تحديدا وفي المنطقة العربية. يمكن أكثر مشروع الناس بتعرف عنه قد يكون مش بشكل موسع اللي هو شلل الأطفال. شلل الأطفال من سنة 85 لغاية اليوم كل أندية الروتري في العالم ساهمت بأكثر من مليار و200 ألف دولار لتوفير الطعومات للأطفال. تم تطعيم ما يزيد عن 2 مليار طفل. يعني كافة اللجان اللي بتقوم بالتطعيم في كل أنحاء العالم، وبالتالي أصبحنا الآن اليوم هلا في 2013 ما بقي إلا 3 دول فقط فيها كمية محدودة جدا من حالات شلل الأطفال. فهذا أكبر إنجاز للروتري قامت فيه. بالإضافة لذلك في عندنا مشاريع على مستوى كل دولة بدولتها، في عندهم مشاريع مختلفة، وفي عندنا نشاطات فيما يتعلق بالمياه، في عندنا في الأردن، في عندنا في المنطقة كلها مشاريع للمياه، تنقية المياه، تحلية المياه، توفير الأنابيب النظيفة. يعني في عندنا الأمور الصحية كمان نعطيها اهتمام، نعطي اهتمام كبير للخدمة المهنية والشباب والتعليم تبعهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح. في عندنا خط هام جدا اللي هو الشباب اللي هم دون 30 في مجالات الأندية الشبابية، في تعليمهم القيادة، في تعليمهم الإدارة الصحيحة. هذا بيتم كله من خلال إشرافنا ومن خلال يعني تعاون الكل. جزء آخر يمكن بحب أحكي اللي هو بيتمثل بالشلتر بوكس كمان اللي هو البعد الدولي للروتري. يعني الروتري بتختلف عن أي منظمة محلية بغض النظر عن الحدود، هون في تكاثف لقضية معنا. يعني 34 ألف نادي في العالم، مليون وربع
روتري. كلهم بيعملوا زي ما بنعمل إحنا محليا، ولكن برضو كمان في تعاون دولي بيننا. فإذا احتاجنا إحنا في أحد المشاريع أو هم احتاجوا مشاريع معينة وإحنا بإمكاننا نساعدهم، بتم توفير هذا. فهذا بعد يعني كمان بعطي قوة ودعم للحركة. بهمنا كمان نعرف كيف الأوضاع لقيتوها. How did you find the condition of refugees on the borders? Very frightening to actually see them come across the border with literally the clothes that they're left standing in. يعني الوضع كان عامة لعبور اللاجئين السوريين ما كان معهم سوى الملابس اللي معهم، يعني شيء بسيط جدا. Can you tell us, Stafford, how did you choose the places? كيف اخترت الأماكن لتوزيع الصناديق المعونة؟ Sure. Thank you. We worked with the border guards. We've disputed over 300 boxes from the east to the west of the northern border with Syria. The border guards have chosen 6 locations where the most refugees are crossing, where they can receive them before they move them onto permanent camps. تعاملنا مع حرس الحدود الأردني لتوزيع 300 صندوق من الشيلتر بوكس من المنطقة الشرقية إلى الغربية للحدود الأردنية السورية. وتم تحديد 6 مواقع خاصة لهذا المناطق العبور. Obviously, each one of these locations is chosen for its safety, to ensure that there is enough sanitation and there is enough provision to transport them from those locations. هاي مناطق العبور تم تحديدها لتأمين كمان المرافق الصحية والأمان حتى وجود الآليات حتى يتم نقلهم للمناطق آمنة أكثر. سؤالي لك أستاذ محسن، شو المراحل وقديه تم إنجاز مراحل من شلتر بوكس؟ شو راح يكون هلأ فيه جديد؟ ستي شكرا. بلشنا بشهر 1 2013، تم تركيب مبدئيا 30 خيمة مع المعونات الموجودة فيها في مناطق أمامية على الحدود الأردنية السورية. صار في اتصال مباشر مع قيادة حرس الحدود، ومن ثم طلبوا أو صار في تحديد كمية زيادة لكمان 300 صندوق من الشيلتر بوكس تم استلامها عندنا بالمستودعات. ومن خلال يومين الماضيين تم نقلها للمستودعات حرس الحدود، وعم نشرف حاليا بأنه نقوم على تدريب النشامة الأردنية بتركيب هدول الخيام، لأنه كمية كبيرة فبحاجة لأيدي داعمة تشتغل. يعني أنا بدي أوضح، هو صندوق فيه كل شيء، يعني هو الخيمة حتى جوا الصندوق فيه كل الصندوق الاحتياجات. وزنه حوالي 55 كيلو، موجود فيه خيمة، موجود فيه حرامات، موجود فيه فرشات خفيفة أرضية، موجود فيه إنارة الشمسية، الطاقة الشمسية، موجود فيه طقم طهي، أدوات طبخ والأمور هاي، موجود في عدة حبال، يعني كل هاي مكونات حاجة النازح أو اللي فيه الكارثة لبقائه لمدة 5-6 أشهر. فهلأ المرحلة اللي خلصناها ونستنى أي تعليمات أو توجيهات من قيادة الجيش حرس الحدود إذا بحاجة لكميات أخرى. يعني مباشرة بكون التنسيق من خلال حرس الحدود. نعم ستي. وإحنا يعني هذا كله طبعا دعم خيري مجاني بدون أي مقابل، كله إحنا نتحمل كل التكاليف كل الإجراءات. وما شاء الله شبابنا في الجيش الأردني ما قصروا، ما بيقصروا، يعني ما قصرتوا كمان أنتوا. يعطيكم ألف عافية. بس سؤالي الأخير، تحكي لنا كيف اللاجئين استقبلوا هاي المساعدات وقد قدرتوا فعلا أنكم تساعدوهم بهالمحنة؟ ما بتتصوري يعني الوجوه اللي شفناها بالأيام الماضية لما كنا نركب، لما يجوا اللاجئين السوريين عمالهم بيقضوا فترة طويلة بالصحراء عبين ما يوصلوا للحدود الأردنية، ولما بوصلوا بالمناطق الصحراوية يعني بحاجة إنهم يكون في عندهم نوع من الأخصية، خصوصية طبعاً، يقعدوا فيها يريحوا يطمنوا إنه ما فيش مشاكل، كلها منطقة أمان وإشي. وهالخيمة هالصغيرة يعني مساحتها 4.5 × 4.5 متر، بدها تهيئ لهم كل شيء، كفاية إنه يأمن حاله فنفسياً بتلاقيه يرتاح. صح صح.
صح. لحد ما يأخذوا للمخيم الرئيسي الزعتري أو جيب دلفهود أو أي مناطق ثانية بتحددها الحكومة الأردنية. أكيد نتمنى تحسن أوضاعهم. بدي أشكرك أستاذ محسن المفلح عضو نادي روتري عمان غرب. شكرا لحضورك. توني أند ستافورد فروم شيلتر بوكس. شكرا لحضوركم. وأسامة برغوسي محافظ سابق منطقة روتري 2450. شكرا لكم.